اهلا بيكم معانا مره تانية. حقيقه فقره جميله جدا، وما ننكرش ان احنا لحد دلوقتي بنحب نقعد نتفرج كده على الكرتون، ونتفرج على رسوم متحركه، ولما كبرنا بقينا نفسنا ان احنا نشوف الافلام دي وتعمل الافلام دي. تطور الامر وبقينا فعلا من يعني بنعمل افلام كرتون من انتاجنا جميله جدا جدا. لكن المذهل النهارده ان انا اعرف ان جزء من الافلام الكرتون دي معموله بافكار اطفال مصريين. فقره انا شايفاها انها شيقه جدا. لما هنتكلم مع الاطفال الموجودين معانا النهارده هنلاقي ان هم قد كده مبدعين على انهم صغيرين، لكن يعني بشكل او باخر في ابداع. وطبعا في مايسترو للموضوع ده اللي هي ضيفتنا الاستاذه نسرين عبد الحليم. يسعد صباحك. وناخد بقى ليديز فيرست، هناخد كده من البنات من الاول. حبيبه شريف، صباح الخير يا حبيبه. اروى احمد، صباح الخير يا اروى، حلوه الفيونكه اللي هنا دي. وسيف الدين محمد، صباح الخير يا سيف. استاذه نسرين عبد الحليم، خريجه المعهد العالي للسينما قسم رسوم متحركه. تجربتك احكي لنا عنها، ويعني العمر ما يزيدش عن 6 7 سنين، مش كده؟ والله ممكن اقل كمان. اقل؟ انا ممكن يعني ممكن ان يبقى في رسومات جميله قوي من الاطفال اللي بيبقى سنهم 3 سنين، وبدايه من 3 سنين. يعني الاطفال مبدعين وفنانين فعلا، وبيطلعوا شغل قمه الجمال فعلا. انا بحاول ان انا اشتغل يعني ان انا اطلع القيم الابداعيه والفن اللي عندهم ده باي طريقه، لان انا بحاول يعني اخرج منهم اكبر طاقه ابداعيه من رسومات. الوان بالظبط، وكراسات رسم، وتقول لهم ارسموا بالظبط، ويطلعوا بيطلعوا كل اللي هم يعني نفسهم فيه وبيحبوه بيفكروا فيه بشكل تلقائي قوي وجميل. ببتدي انا اخد الرسومات دي وبنتفق مع بعض ان احنا هنعملها فيلم كرتون. بيبقوا في قمه السعاده ان هم عايزين يعملوا ده كرتون، ازاي هيتحرك؟ احنا مش عارفين ده ازاي هيتحرك. فباخد منهم رسمه بسيطه جدا، ممكن الرسمه البسيطه دي اللي هم شايفينها ورقه بس، ممكن نحركها ونعملها فيلم كرتون زي اللي بنتفرج عليه. بس فانا بحاول ان انا اطلع منهم الحاجات دي بجد. يعني طب ورينا حبيبه. انا عايز بس ابتدي من حبيبه عشان حبيبه سرحانه وبص الناحيه الثانيه. لا حبيبه مكسوفه شويه. توم وجيري بقى هو اللي يعني تخيلتي اول ما اتقال لك رسمك هيبقى فيلم كرتون، فكرتي في توم وجيري ولا فكرتي في ايه؟ سبونج بوب. سبونج بوب. توم وجيري ده انت على ايام انا قديمه قوي. سبونج بوب. سبونج بوب ورسمتيه؟ مش بعرف ارسم كويس. ليه ده سهل جدا؟ ما حاولتيش؟ حاولتي؟ ما حاولتيش. انت عندك كام سنه الاول؟ 7. في سنه كام؟ اولى ابتدائي. طب لما رسمت ايه؟ اولى تانية. في اولى واحد واولى اتنين. الفصل اولى تاني. طب لما رسمتي ايه؟ احنا مش بنرسم حاجات افلام كرتون، احنا هناك في كل وقت بيجي. احنا دلوقتي اما كنا في الرابعه كنا بنرسم فراشات. انت بتحبي ترسمي ايه؟ واما كنا في البحر رسمنا شاطئ. ده طبيعي. لا انت بتحبي ايه؟ انت بتحبي ترسمي ايه؟ اكتر حاجه بتحبي ترسميها قوي؟ فراشه. بتحبي ترسمي فراشه؟ وايه كمان؟ ورده وقلب. ورده وقلب يا حبيبتي، انت رايقه. طب اروى ايه؟ عندك كام سنه قوي؟ 7. في اولى تاني؟ لا اولى. اولى اول؟ بتحبي ترسمي ايه يا اروى؟ فراشه وورد وقلوب وبحر. برضو رومانسيه؟ لا ما هم هي ده زي حبيبه. طب بس طب انت اكبر منها بسنه. ايه؟ انت اكبر منها شويه. انت اكبر منها؟ بس انت 7 وهي 7. ايوه بس انا هي يعني لسه في اولى اول، انا في اولى تاني. ده تفرق يعني في السن؟ ماشي. قلت لي قبليها يا حبيبه بس يعني مش هتجاوز على الوقت الاكبر. طب انت ايه شخصيه الكرتون اللي نفسك ترسميها؟ سبونج بوب ودورا. لا ما ودورا؟ دورا دي حلوه، انا بحبها على فكره، بتفرج عليها. واروى توم وجيري. اهو انا بحب توم وجيري. واحنا بنحب توم وجيري جدا لعلمك والله. طب سيف اتفرجت على افلام رعب منه؟
رعب. توم وجيري؟ لا يا شيخ. ايه ده كان بياكل الجبنه بالليل ولا ايه؟ ده اكيد ده عشان المطارده بتاعت اللي هو والفار؟ لا للمومياوات بقى. عشان ايه؟ مومياوات. لا لا ده آه لا 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 دي انا شفت البتاع ده. سيف. ده مش عندك كام سنه؟ سبعه برضه؟ قولى ايه؟ قولى تاني. قولى اتنين. بتحب ترسم ايه بقى؟ سبونج بوب وسنافر. وسنافر. ايوه السنافر دي انا برسم سنافر. انت بترسمي سنافر؟ بتعرفوا ترسموه؟ حبيبه بترسم كل حاجه. انا شايفه ان انت يعني ماشي يا حبيبي. بتحب ترسم السنافر؟ اه رسمت انا صنفوره وبابا صنفوره وصنفور غبي في ورقه بس في بيت التاني في بيت. طب برافو يا حبيبه. بس بصي احنا عايزين نسمع يعني سيف. طب سيف وريني رسمت ايه؟ ورينا كده. ايه ده قاعد بره شغال وبيعمل اكس او وريهم الرسمه بتاعتك. ايوه هي راحت. في سمكه هنا. في رسومات كمان معايا. ايه دي سمكه. في رسومات هنا كمان. واللي وراه ده ايه؟ ايه المنقط ده؟ هو في رسوماته مع ال في رسومات معايا. برتقانة. سمكة وبرتقان. اها اوكي حلو. ده شغل دي رسومات سيف. اه ده هو دايما بيحب يرسم الحاجات دي. اها دي ايه ده؟ ايه ده بيتك مثلا او مدرسة او ايه؟ انت راسم ايه؟ اشرح لنا يلا سيف. ده بيتي و ودي قطتي. طب مين البنوتة اللي في النص دي؟ انت عديتها كده نطيتها. دي واحده صاحبتي. يا روح. لا 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 اروى ولا حبيبه يعني مش عارفه صاحب درس اصحابي كده على القصه. على صاحبتك اسمها ايه يا سيدي؟ دي ايوه. ما هو مفيش بنوته غيرها في الورقه. اسمها ايه؟ ايوه هي دي. اسمها ملك. اسمها ملك. شيز بيوتيفول يا سيدي. جميله هي. وجنبها دي شجره وبعدين نخله. اشرح لنا انت. انا دي ورده ودي نخله. ورده وقطه. انت عارف ان انت بتستعمل الالوان حلو قوي. هي السنس. بص نسرين السنس بتاع يعني اختيار الالوان للاطفال دي ما بتتعلمش. لا هم بتبقى عندهم الابداع عندهم بيتمثل كله في الالوان. زي ان انا احط تقريبا بيحطوا كل الالوان جنبها جنب بعضها بس بيطلعوا بس هو حاطط الحقيقه يعني هو بيستخدم الالوان بشكل متناسق يعني هو ما خدش رايك مش حاسه. لا 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 خالص خالص. كل ده تلقائي من عنده. يعني هي الجمال في الاطفال ان هم تلقائيين والبساطه عندهم جدا. جميله يعني الالوان بيحطوها جنب بعضها ممكن هي لوحدها. انت ممكن تعدل لهم في الخطوط يعني ممكن بيتعلموا لا. ازاي لا خالص والله. يعني بيفضلوا على الـ على الـ على الفطره اللي هي فيهم بالظبط. السن ده بالذات كمان ما ينفعش ان انا اعدل معاهم. يعني بحاول ان اطلع بس الابداع اللي عندهم. يعني دي حاجات كلها بالفطره وبالموهبه. هي عندهم لسه صغننه قوي ما اقدرش ان انا اتحكم فيها. حتى انا ما اقدرش افرض عليهم ارسموا حاجه معينه. خدتي منهم افكار يعني مثلا او قلت لهم فكره هم نفذوها ولا هم ادوكي فكره؟ هم اللي بيدوني الافكار. زي ايه قولي. يعني مثلا سيف يقول لي انا عايز اخليها مثلا تمشي وتروح للقطه ويعني بيديني قصه. السكريبت او السيناريو بتاع بالظبط بالظبط. انا باخد منهم الشغل. ببتدي بنبتدي مع بعض الرسومات دي بناخدها بنقصقصها مثلا نعملها زي حاجات زي كده برضو لو تبان. ده من سبونج بوب ده. ده بس بتفرج عليه كتير. يعني حاجات زي كده انا لما باخدها منهم انا هما بيقصقصوها معايا وبنبتدي يعني اوريهم ازاي ممكن نحرك رسومات زي دي بكل بساطه. يعني بعتمد انا على تكنيك الستوب موشن باني اصور الحركه معاهم. هم بيحركوا فريم فريم. انا فاهمه. بس وابتدي من الرسومات دي بطلع منها فيلم كرتون بنفس الفكره اللي هم حابينها بتفكيرهم هم. بس هل في رسومات هم عملوها يعني تقدري
تعرفي منها ان هم متضايقين، هم فرحانين، هم يعني رسوماتهم انت بتقدري دلوقتي تعرفي منهم نفسياتهم ازاي بالظبط؟ انا اقدر افهم اذا كان يعني هو سعيد او مبسوط، مش يعني زعلان مثلا. خلاص طبعا بتعرفي من الرسومات طبعا بتاعتهم. يعني ممكن طفل، انا في مره طفل تقريبا رسم كان زعلان ومضايق، رسم مكان غريب كده وهو نايم في الارض، ويعني هو بيرسم الحاله بتاعته بيحاول يعبر عنها باي طريقه. فهم تلقائيين جدا وبيعبروا عن اللي جواهم بكل صراحه فعلا، بس من غير ما انا اعلمهم، من غير اي حاجه، انا باخد من الرسومات بتاعتهم وببتدي يعني احاول ان انا اطلع منها حاجه. طب اروى عايز اعرف بس أنا عايزة رسمت ايه والنبي، عشان احنا قربنا نخلص. لا اروى دي اللي لابسه اصفر، انت رسمتي ايه يا اروى؟ اروى شجره وقطه، شجره وقطه وبنت وقطه. صاحبتك برضه ولا بدي بنت؟ اي بنت؟ صاحبه سيف. طب وفي حاجه ثانيه؟ في حاجه ثانيه رسمه حاجه ثانيه؟ لا في صورة تانية. هي صورة تانية. اوكي دي ايه بقى؟ ده البحر. ده بط. دي انا. بصي امسكي الكراسة بتاعت، امسكي الكراسة كده. ايوه انت. دي ايه؟ انت رسمة نفسك جوه البحر مع البط؟ مع البط. واللي فوق دول عصافير طيور. اوكي الشمس طالعه طب قبل ما نخلص بس، عشان في مبدعه ورسامه عماله بترسم على الهوا واحنا ولونت كل حاجه. ايه يا حبيبه؟ ايه حبيبه؟ عملت حبيبه ورينا رسمتي ايه؟ صنفور. وريني الصنفوره. طب ده بالالوان، ده انت رسمتيها بالوانها كمان. الصنفوره بالالوان. ما بصنفور. ايوه واضح حلوه، بس مدي على ارنب شويه يا حبيبه، شويه كده تحس كده يعني حادف على. طب دي رسمه دلوقتي، قبل كده كنت رسمه حاجه يعني ولا هو ده على الهوا دلوقتي ده اللي انت رسمتيه؟ شوفي ورينا بتحركوا بعدين بقى نعملوا فيلم كرتون. ايه ده؟ سمكه وايه ده؟ بصي رسمه وشميز. ما شاء الله. لا حلو. طب في الاخر حضرتك بتاخدي كل ده وممكن يتعمل فعلا فيلم كرتون، ولا انت بتوعديهم ان ده يبقى؟ لا احنا فعلا بنعمل ده مع بعض، وببتدي اصوره معاهم، وهم اللي بيحركوا كمان. بس يعني باذن الله نجيب الشغل ده برضو باذن الله، نشوفه باذن الله معاهم وكده المره الجايه يشوفوا الشغل اللي هم اللي بيعملوه فعلا جميل قوي، في تحريك ولا حاجه مبدعه فعلا. بس طب استاذه نسرين، في النهايه يعني تقولي ايه للاسر المصريه اللي عندها اطفال في نفس السن ده وعندهم موهبه الرسم؟ اعتقد ان دي اول موهبه بتظهر عند الطفل في السن ده، يعني بالظبط ازاي، ايه اللي يعملوه عشان تنمى وتكون مثلا طريق لمزيد ممكن تظهر؟ هما لازم يوفروا لهم يعني ابسط حاجه كراسه رسم والوان، وهم يعني لوحدهم هم حابين ان هم يرسموا. دي فعلا اول موهبه ممكن بتبان عند الطفل من هو فعلا من سنتين كمان ممكن بتبان ده عندهم. يعني انا بتعامل فعلا مع اطفال يعني حتى ان كانوا مش بيعملوا رسومات ممكن بيشخبطوا بس بالالوان، دي بالنسبه لهم قمه السعاده. فلازم يبقى متوفر مع كل طفل بجد قلم ويعني وورق، بس دي ابسط حاجة يطلع كل اللي جواه بالالوان. الالوان بالنسبه يعمل له اللي هو عايزه بالظبط، الالوان بالنسبه له هي الحياه كلها، ان هو يطلع كله بالالوان وبيطلع كل الطاقه اللي جواه بالالوان. بس يعني حاله كده الواحد مبسوط جدا ان احنا عندنا فنانين صغيرين جميل قوي، متجبرين ومخرجين ومصممين انتوا تعملوا الجرافيكس بنفسكم بقى والكرتون والحاجات دي، مش كده؟ انا بشكركم جدا حبيبه. شكرا يا حبيبه ليكي، شكرا يا اروى، شكرا يا سيف. انت هادي بس واضح ان انت يعني شقي قوي يعني. وانا استاذه نسرين عبد الحليم خريجه المعهد العالي للسينما قسم رسوم متحركه وصاحبه هذه التجربه، بشكرك جدا لوجودك معنا. شكرا ليكي ويسعد صباحك. مشاهدينا الكرام هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل اخر فقرتنا هنلتقي مع نوع ايضا من الابداع والفن ومع الطرب. خليكم معانا بعد الفاصل ويسعد صباحك.